متابعي قناة مغرب نيوز، اهلا وسهلا من قلب مدينة الدار البيضاء وبالضبط من محكمة استئناف. اليوم جينا عند خديجة ام وجين. الحمد لله المحكمة الحمد لله. هذا الملف اللي تبناه جل المغاربة اليوم نحاولوا نتقبلوا. مرحبا. كيفاش دابا الملف؟ كيفاش الحمد لله وصلنا حتى لحرم الخيرة قبل الخمس؟ الله يبارك. مرحبا. اش لبشمو؟ اللهم لك الحمد. الحكم داز منصف. انت ولدي وجيتي عندي وشفتي كل شيء على عينك، يعني بديتي معايا من الاول، يعني ماشي من الاول، من الوسط فاش كنت مرضت وعرفتي اشنا هو المشكل. اغتصاب ديال الوجعين ماشي ساهل عليا وداز لي على صحتي بزاف، بقى دابا كنعاني. ماشي مشكل حمد الله، هادشي كامل ما عنديش مشكل. اليوم المحكمه نصفاتني، حسيت بالراحه، حسيت بنتي الوجعين خدات حقها. بنتي شوف فرحانه، انتم شفتوا كل شيء على عينيكم، كتلعب وفرحانه. واحد الدرع عمرني مش بنتي فرحانه بحال معاها. خدات لوجين الحق ديالها، خداته. خلى لي واحد العاهه والسينما في رجليا من الفوق لتحت. كنت صابت بشلل النصفي ولكن الحمد لله رئيس الجلسه عطاني واحد النصائح غادي نتامس وكنقول ليه شكرا لكم بزاف، الله يرحم لكم الوالدين. كان غادي التظاهر بيكم وبالناس وبالاستاذ اللي وقف معايا، الله يجعلك في جزاه بالخير، باختي فاعله جمعويه الاستاذه حنان ام اشرف، كنطلب الله سبحانه وتعالى يسهل عليها من الضمين. وقفت معايا وقفه ونعم الوقفه، ماشي غادي نقول لك زعما عندي جمعيه ولا ما لا جمعيه، استاذه كتعامل مع الناس. تعاملت معايا وصلتني ايد ايادي امينه، حطتني قدام في ايد واحد الاستاذ زعما ما شاء الله عليه، ما نكذبش عليكم، خدا حق الوجهين. يعني اليوم كانت الجلسه النهائيه، اليوم كانت الحكم، ما كنتش كنسحب انا كاين الحكم اليوم. انا البارح كنت مريضه، كنت مستريسيه، اتصلت بعثمان كنبكي، قلت لي هادشي راه بزاف، انا راه ما بقيتش قادره نكمل. ما غاديش تقاومي؟ ما صافي عييت بكل صراحه، عييت واحد الدرجه ما كتصورش، لحيتش شحال قدي عييت. انا جات لله سبحانه وتعالى، عاوني في المحكمه، ما عاوني حتى شي واحد، عاوني الله، وقف معايا الناس الخير. ما لمن غنلجا انا، كون استهزأت بالموضوع شويه كنتو غتلقاو براءه كاع واقيله. كنا ما عرفتش شنو وقع ليا، يستحيل نتقبلها، لحيتش انا هذا المشكل مرض ديكم، ما خداتش بنتي حقها، ما كنتش غادي نرتاح. انا بدلت بزاف د الحوايج على قبل هذا المشكل هذا، بدلت غير السكن ديالي شحال من خطره، وما عنديش ازيرو بادي انا وبنتي، وراكم جيتو شفتوا كل شيء. عاد زائد عن ذلك هذا المشكل وقع ليا في صحتي، وبغيت نعيش مع بنتي غير محترمه بخير وعلى خير، والناس اللي كيعرفوني راه كيشوفوا فيا دابا، راه كيعرفوني شخصيتي كيفاش دايره وكيفاش كنتعامل. وحتى الا لقيت شي حاجه ماشي حتى ليا في بنادم، راه كنحط الصبر وكنخلقي وكنرجع لله، ماشي لصالحي، حيت باغي نربي الوجين تربيه حسنه. والحمد لله ملي تخلي حق ديال بنتي دابا انا اجي الغالب كانوا يديروا فيا ما بغاش. علاش الحلاقه مش وجهي بعيده على الموضوع تاع التوازيه؟ علاش قلتي انا اللي واجهت الموضوع؟ وعاونوني حتى نفسيا، انا ما نكذبش عليكم والله القاسم، انا بخيركم بخير الله سبحانه وتعالى، مسخري لي اكتفاتي وكنتوا معايا وعاونتوني على 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 الكرا، عاونتوني على المعيشه، عاونتوني على الصير، عاونتوني على التاقلم مع الحياه، واسيتوني، بكيتوا معايا، فرحتوا معايا. النهار اللي مرضت وطحت اخوان كاملين جاوا عندي وكانوا معايا، منهم نتايا وليد بغيت الكرده، وكنشكر جميع الناس اللي دعوا معايا بالخير وقالوا لي الله يسير الله يجعل ربي في حقك. هذه الكلمه اللي كنت كنقول الحمد لله هاد الناس اللي دعوا معايا، رغم بزاف الناس كانوا كيعايروا كيسبكوني وماشي مشكل، كل واحد هذاك في امه يقول اللي بغى، ولكن مادام حق بنتي وقفت على حق بنتي تخديته الحمد لله، حسيت بالراحه ما نكذبش عليك وليدي. اليوم انا فرحان، اليوم انا سعيد، الله الوطن الملك، الله الوطن الملك، غنقول انا حيت خدمتي حقي، انا ما عمرني ما خديت حقي، ولكن اليوم مادام الوجين خدات حقها يكفي، ما بغيت والو. انا حتى شتات الصحه ديالي تدهورات، طبعا الحياة دابا، دابا غادي نمشي نكمل حياتي مع
بنتي غنجري على قناتي باش تكبر لي، حتى انا كندير فيها واحد المحتوى نقي وزوين، بغيت نوصل البنيه نعيش نكبرها نقريها. راه ما قراتش هذا العام عاوتاني، هذا العام كله ما قراتش. وجعنا اسباب يعني اسباب المشكل المحكمه، فين كتكون المحكمه كنبركها كنجيبها كتحضر معايا المحكمه، ملي كتجي داك السطخيس كيخرج لها حبوب في داتها، ملي كيخرج لها حبوب في داتها كنضطر نبركها سيمانه 15 يوم ديال الدواء باش ترجع عاوتاني. كتمشي عليها الكشفه، كتمشي عليها مني ام، مني اب، مني القرايه، مني السوق، مني بزاف د الحوايج. ولكن احمد الله شكرته، المؤمن مصاب، هذا مصاب واخا جلل، وانما احمد الله شكرته، احمد الله شكرته، ما نكذبش عليك، اللهم لك الحمد، خذت له جين حقه. شكرا لاستاذي اللي نصف لي بنتي، شكرا للرؤساء اللي نصفوا حكموا بالحق. انا ما دار يمينش، اللهم لك الحمد، الحمد حسيت براسي فور، ما نكذبش عليك، فرحت. علاش؟ حتى لوجيس خدات حقي، حقي انا ما بقاش باغا، حق بنتي خدات، والله العظيم فرحان، الحمد لله. الله سبحانك، اكيد كوفيد. تماما ما غاديش نكذب عليك، تعاوني راسك براسك، ما غاديش نكذب عليك بكل صراحه. تبناتني واحد طبيبه ترويض تقريبا جايه تقريبا جايه الشهر، وهي تدي لي الترويض طابور. سيري اختي الله يجعل ربي نصرك، وقفتني على رجليا، كان ترويض صعيب ولكن وقفت معايا، كانت بعيدة عليا شوية من الولفة، كنمشي عندها وكنجي باش كنتلقى الترويض، حصص الترويض ديالي. حسنا اختي سير الله يجعل ربي يسر الدنيا والآخرة. لا لا عرفتني عليها واحد الأخت فاطمة الزهرة، الله يجعل ربي يسر صاحبتي، على إيديها على إيديها على إيديها على إيد الله سبحانه وتعالى، هي سبب. وكيف قالت لي هي الشجاعة ديالك والصرامة ديالك خلاتك تصحي عندك، الشجاعة ديالك قالت لي والصرامة ديالك خلاتك تصحي، يعني أنا بالإرادة وقفت فهمتو، باقا مش نسال جرا، ولكن مش الحمد لله، ماشي بحال داك البيكي والكرسي والكوش بزاف د الحوايج تكرف، تعايرت في البيت من عند العائلة، درتيها بالعاني باش يعاونوك الناس، الناس والعائلة، عائلة عائلة والناس. والله بالحق ما سميوش عائلة، لكش بعيدة عليا بزاف ولا شي حاجة. كنت في مصر؟ أي روح الحمد لله. الرسالة ديالي اللي غادي نوجه للناس المغاربة، اش غنقول لكم؟ ردوا بالكم وليداتكم، ما تدخلوش البراد، ولو يكون ولدك خوك ردي البال، حتى الشيطان كيهضر. الانسان كيغرو الشيطان كيولي ماشي في جغمة الماء، يعني هو هذا الانسان عنده وليدات وكل شيء، ما فكرش واحد دقيقه كون فكر ثاني يكون راه ماشي في الحبس، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب عليه ما كانش بحال ما هكا. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يسمح لي. ورسالتي الثانيه اللي غادي نقول، اتقوا الله في بعضياتكم، اتقوا الله في بعضياتكم، حيت حنا مسلمين، الا ما اتقيناش الله في بعضياتنا راه ما كاين والو. نحل لك باب محالي او نحل لك بيتي او نحل لك داري او تعرف اسراري، انا ماشي درتي لي يوسف في طعمك، لا راه غير السذاجه ديالي او السذاجه ديال الانسان الطيب كيخليك تعرف خليو بصمه زوينه مع بعضياتكم، حتى شنو الموت هي اللي كاينه في الاخير، ما كاين حتى شي حاجه اخرى. انا خديت حق بنتي، ما عرفتش راسي واش غادي نمشي على تيبتان حيه ولا نموت. غادي نقول حاجه من هنا، انا كنشكر جميع الناس اللي وقفوا في هذا المشكل ونصفوا هذيك البنيه، الحمد لله. وتا الوليدات كاملين اللي كانت كنعيط غير تليفون كيجيو عندي كيوقفوا معايا، وتا دابا غنقول لكم خليكم معايا ما تفوتونيش. علاش؟ لحيتاش نتوما اللي حمستوني ووقفتوني على رجلاتي، شجعتوني وبالدفء ديالكم كتسولوا عليا كتعيطوا عليا، كنعيط لكم كتجيو عندي. انا وصلت صوتي ماشي شهره، لا وصلت صوتي باش نبقى عبره، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى.